كامبريدج راح بالاستاذ مكرم خوري مخول الاكاديمي المتخصص في الاعلام السياسي. سيد مكرم، خبران هامان، لكن ابدا من حيث انتهيت وما يخصنا بدايه في لندن، والدافع الذي تعتقد انه دفع بليستراس ان تصرح هكذا تصريح عن السفاره البريطانيه. اهلا بك. اعتقد ان ملك الموقف هنا هو التوقيت في هذا السياق. لدينا عدة نشاطات تسير الآن. أولا، هناك اجتماع الهيئة العامة للأمم المتحدة وكل أو غالبية رؤساء الدول يلتقون هناك. هناك تنسيق ما بين الحكومة الإسرائيلية وبالتحديد لابيد وبين بعض الرؤساء في العالم الغربي لتقديم دعم معنوي للابيد في المحفل الدولي وهو الأمم المتحدة، ولكن أيضا في إطار حملته الانتخابية، مع الذكر أن الانتخابات قادمة بعد حوالي 5 أسابيع. إذن هناك ما يسمى بالحملة المؤيدة الجانبية، ولكن لا أعتقد على الإطلاق أن هذه الحملة الكلامية أو التحركات المبهمة من قبل الحكومة البريطانية وبالتحديد ليز تراس. وعلى فكرة، قد تذكر أستاذ عبد الحميد أن ليز تراس كانت قد وعدت في إطار حملتها على أثناء التنافس ضد ريشي سونك أنها إذا ما أصبحت رئيسة حكومة فقد تنقل السفارة البريطانية إلى القدس المحتلة. ولكن بما أننا وأنا شخصيا أتابع وأعلم أيضا مهنيا وعلميا مواقف الحكومة البريطانية، من المستحيل أن تنقل الحكومة البريطانية سفارتها إلى القدس في هذه الأجواء. لربما أذكر هنا أنه عندما كانت هناك مسائل تتعلق بمواقف الرئيس الأسبق دونالد ترامب، وعندما نقل السفارة إلى القدس، سارعت بريطانيا بإرسال الأمير ويليام لكي يؤكد على أن بريطانيا لديها موقف مغاير. طيب، لكن ما الذي تستفيده تروس من المشاركة في حملة دعاية أو حملة علاقات عامة للترويج أو لمساندة لابيد في هذا التوقيت؟ أعتقد أن بالنسبة لتروس هي تظهر بالعالم أنها تؤيد إسرائيل والحكومة التي تعبر عن طبعا في هذه المراوغة المخادعة أنا أراها من طرف لابيد، هي تظهر بالعالم وكأنها مؤيدة لإسرائيل ولرئيس الحكومة الإسرائيلية ولخطابه السياسي. ولكن بالأحرى، هذه العملية والتي هي عبارة عن جزء من حملة يائير لابيد، وعلى فكرة والذي أنا أتابعه منذ 3 عقود وأعرفه شخصيا للعلم، أقول أن هذه هي فقط عبارة عن حملة، أولا لكي يخفف من وطأ الانتفاضة المشتعلة في فلسطين أو في شرق فلسطين المحتلة عام 67، وثانيا هو يغمز ويهمز ويلمز إلى المصوتين العرب الفلسطينيين في غرب فلسطين والذين يحملون الجواز السفر الإسرائيلي والهوية الإسرائيلية ولهم حق الانتخاب، والذين بعد الانقسام في القائمة المشتركة أرادوا كما يبدو أن يعزفوا عن التصويت. هو يريد أن يقول لهم تعالوا وانتخبوا هذا الجناح والمعسكر الذي أنتمي إليه لكي يرفع نسبة التصويت لدى العرب، لأنه يعرف إذا ما صوت العرب داخل إسرائيل، إذا لم يصوت العرب داخل إسرائيل، فسيكون هو وكل المعسكر في أزمة كبيرة. طيب، إذن هذا يأخذنا أستاذ مكرم لواقعية الفكرة. إذن يعني هو قال إنه يدعم مبدأ حل الدولتين دون أن يعطينا تفاصيل عن أي شكل لهاتين الدولتين، لكن انهالت عليه فورا الكثير من الانتقادات لعل أوقعها بين قوسين ما قاله نفتالي بنت أن إقامة دولة فلسطينية دفن بين قوسين منذ التسعينيات القرن الماضي كما قال. هل ما زالت الفكرة واقعية بعيدا عن حملات الدعاية هذه المرة؟ هل ما زالت الفكرة واقعية وسط كل هذا الجدل إذن؟ لا أعتقد أن الفكرة واقعية وأن تطبيقها ممكن على الأرض إلا إذا حصلت يعني عجيبة كبيرة، لأن
الاحتلال الإسرائيلي قام بتقسيم وتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية حتى في 67 في شرق فلسطين المحتلة عام 67. ولذلك أكرر أن هذه التصريحات تأتي لأن لابيد يريد أن يقول أنه يختلف نوعا ما أيضا عالميا وأيضا محليا عن البقية، ولكن هي موقعه وهذه الدعاية تذكرنا بموقف رئيس الحكومة الإسرائيلي في عام 2000 أهود باراك، عندما كان قادم على انتخابات وعندما لم يكن لديه أي تأييد من الحكومة، وكان يفاوض الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات على موضوع إقامة الدولة الفلسطينية بينما لم تكن لديه أي تأييد ولا أي تأثير. وهذا هو تماما لابيد يطلق هذه التصريحات في حملة انتخابية دون أن تكون لديه لا حكومة تؤيده ولا بالتأكيد كنيسة تؤيده، وبالتالي فإن هذا الموضوع يأتي في إطار حملة انتخابية فقط ولتلميع صورة إسرائيل، بينما لابيد هو بذاته قام ويقوم بالقتل والسجن والتعذيب ووضع الفلسطينيين في حال مزر. وبالتالي هذه الحملة هي حملة من الناحية الفلسطينية هي حملة تضليلية كاذبة تزويرية. أشكرك أستاذ مكرم خوري مخول الأكاديمي المتخصص في الإعلام السياسي من كامبريدج، شكرا جزيلا لحضرتك.